ايه ايه شريف كما نقول لك لو ريزيلتا يعني ما عندها حتى معنى في المقابله، ماهوش معيار في المقابلات الوديه. حنا الهدف تاعنا من المقابلات الوديه يعني باش يعني نشوفوا يعني المدى الجاهزيه تاع الفريق سواء فرديا او جماعيا من كل نواحي، من ناحيه البدنيه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه التكتيكيه. كاين اللي كيما نقول لك ايجابيات وسلبيات، كاين لاعبين اللي نقول باللي من الناحيه البدنيه حتى من التكتيكيه يعني لاباس بهم، وكاين مازال ما وصلوش يعني مازال يعانوا من الناحيه البدنيه، لان في الديبي دو لا بريباراسيون فيزيك يعني التحضير البدني يتباين ما بين لاعب واخر، كاين اللي بدنيا صحيح وكاين مازال. دونك هذا هو لوبجيكت تاعنا يعني في لي ماتش بيكو دو فوار يعني لا فورم تاع اللاعبين تاعنا لا فورم دو توت ايكيب. في نفس الوقت نشوفوا يعني النقائص باسكو انا ما باقيليش بزاف اسبوعين على خوض اول مباراه، خاصه من الناحيه التكتيكيه سواء من الناحيه الدفاعيه والهجوميه. شفنا الماتش كاين كيما نقول كاين حوايج ايجابيات وكاين سلبيات، دونك نحاولوا دائما نتخلصوا من هذه السلبيات، لازم نتخلصوا منهم سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه. شوف المدرب دائما حنا دائما نطلبوا البليس، دائما نكون يعني الرضا ما كانش يعني لوتو ساتيسفاكسيون في في الفوتبول يا با توجور لونترونور ولا اللاعبين ندوموندو توجور ان بليس توجور ان بليس، باسكو لازم نرفع المستوى تاعنا اكثر من هذا. ما نقول ولو هذه مقابله وديه كان فيها كيما نقول لك الاندفاع بدني كبير، هذه مليحه يعني تيست سي لو بلان لو ديال وكلش، ولكن نقول باللي نعاود نقول باللي هذه المقابله ديا سي با زين ريفيرونس ولا بور لي دو زيكيب سواء حنا ولا واد سوف. الصح هو في البطوله من هذه المقابلات الوديه دائما نشوفوا النقائص والايجابيات هذا مكمل.
ان شاء الله ان شاء الله، باسكو شفنا يعني هذا الفريق يعني لازم تدعيم لاعب او اثنين. قلت كانت شويه حراره في اللعب، هل تشوف هذه في رايك حاجه ايجابيه؟ يعني ككل مقابلات الوديه، يعني مش مقابله وديه اللي لعبوها، يعني انا متعودين على المقابلات الوديه، ضيف دفاع بدني كبير، كل فريق يحاول باش يربح المقابله، حاجه نقولوا كاين هذه حاجه ايجابيه، يعني سي البلون دو ديال، يعني الماتش لازم يكون هكذا، ولكن نقول باللي حتى فريق ما نقول باللي راه جاهز 100% من ناحيه تكتيكيه تشوف ولا حنايا، ولكن كل يعني الفريق عنده يعني الاهداف تاعو يعني في هذا الموسم. احنا كما نقول لك من خلال المباراه شفنا يعني الفريق تاعنا، دونك كاين كما قلت يعني كاين الحوايج ايجابيات كاين السلبيات، دونك اوني لا دو دي ميم بور ترافاي اونكور، باسكو احنا رانا عاد في كيما نقول لك في لونتام دو لا بريباراسيون تاكتيك تاعنا، سي تو يعني 4 ولا 5 سيونس، دونك لازم وقت كبير، خاصة بعد الفريق يعني نقولوا 50% تغير، دونك يعني خاصنا الانسجام خاصة من في الهجوم تاعنا. لا اولا نقول باللي مقابلة مفيدة من جميع النواحي، نظن باللي شفنا فترات وين كنا ملاح، وبعض الفترات اللي لقينا كما يقول لك دي ديفيكولتي بور باش ندخلوا في المقابله، خاصه 20 دقيقه الاولى، لكن بعد نظر باللي اللاعبين بعد ما كما يقول لك حكموا المعالم تاعهم، نظن باللي اليوم ادينا مقابله كما يقول لك في المستوى، فو با فوار لو ريزولتا، النتيجه كما يقول لك ماشي هي اللي تحكم علينا اليوم، نظن اليوم شفنا اشياء ايجابيه اللي تخلينا متفائلين، كاين نقائص نعملوا عليها، لان حتى من ناحيه الكويزو مازال ما لحقناش لهذاك المستوى، اليوم لعبنا اون فادير لو تروازيام ماتش تاعنا، لكن من تشوف كيما يقول التدريبات تاعنا بمعدل حصتين في اليوم، وكاع اللاعبين تلقاو شويه مشاكل من الناحيه البدنيه، مي هذا ما يخليناش بلوتو سي با لا ريزون اللي عليها ما درناش اليوم المردود اللازم، نظن باللي مازلنا كيما يقول ان دوزيام ستاج اللي غادي نديرو في الواد، نزيدو نشوفوا النقائص تاعنا ان شاء الله. نقول باللي والله العظيم انا شوي ساتيسفي كيما يقول لك على المردود تاع الجماعي تاع اللاعبين تاعي اللي اليوم قدموا اداء مليح كيما قلت لك يخلينا مرتاحين، ونظن باللي حتى النتيجه الرفلات با كيما قلت لا فيزيونومي دي ماتش، باسكو لو كان نشوفوا من ناحيه النسوج الكرويه الحمد لله اليوم قدمنا مردود مليح، هذا يخلينا متفائلين، وان شاء الله كيما يقول لك نزيدوا نعملوا والمستقبل راه لينا باذن الله. اليوم فان دو ستاج في الجي ان شاء الله غادي يكون، والله نقول لك حاجه، انا نقول باللي هذا لو ستاج ناجح 100% جميع النواحي، كساسوا في الفندق ولا في الميدان تاع اشراف التدريبات، نظن لقينا كل الوسائل اللازمه اللي خلاتنا كما يقول لك نقوموا بالعمل تاعنا بكل قوه، ونظن باللي كان تجاوب كبير من عند اللاعبين رغم الصعوبه، لان بعض اللاعبين نظن باللي ثاني اليوم كانت الخبره من ناحيه الثوره، اليوم اللاعبين تاعنا نظن ما عندهمش خبره في التسيير حتى من ناحيه التدريبات، لما اللاعب يتدرب جوج مرات في النهار ان ستاج 13 جور وكاع سي با ايفيدون، ماشي حاجه سهله، لكن نظن باللي التاقلم كان مليح، اللاعبين مشكورين على المردود تاعهم في التدريبات كسوسوا ثاني في الفندق وين كانوا كما يقول لك كانوا مثال وقدوه وشرفوا فريق واد سوف. الفريق تغير، الفريق تغير، الفريق تغير بنسبة كبيرة، لهذا قلت لك من ناحية لا كويزون غادي نلقوا شوية مشاكل، لكن بالعمل ومقابلة ودية اللي غادي نزيدوا نديروها إن شاء الله غادي تسمح لنا إن شاء الله باش يكون هذاك التكامل بين اللاعبين، وإن شاء الله نظن باللي بمرور الوقت قادرين إن شاء الله نتحسنوا أكثر، وإن شاء الله بداية البطولة غادي تكون مقابله متاخره، دونك نحضروا نفوسنا لكل العوامل اللي قادره كما يقول لك تجينا في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت لك المقابله الاولى 15 ما نلعبوش بما ان كنا غادي نستقبلوا شباب الوزداد يلعبوا كاس افريقيا، غادي حنا نديروا تربص مغرق ثاني تمك في الواد باش حتى اللاعبين كاين بعض اللاعبين اللي مازال ما راحوش الواد سوف باش يكون تأقلم من ناحيه المناخ، دونك هذه ثاني من هذه كما يقول عندها اهميه كبيره، نزيدوا نديروا تما اقتراب باش نشوفوا بعض المقابلات، راه كاين بعض الفرق تما اللي تلعب في القسم الثاني ولا القسم الثالث، نديروا مقابله ثانيه باش نزيدوا نصحوا الاخطاء تاعنا ان شاء الله.
مازال باقي لنا كما يقولك جوج كما يقولك دو بوست، خصنا كما يقولك صانع لعب، وخصنا ثاني كما يقولك مهاجم صريح، لان لحد الان راه عندنا الا الغنيمي اللاعب الليبي اللي راه معنا. نظن باللي لازمنا كما قلت لي دوبلير في شاك بوست. الحمد لله نظن باللي في وسط الميدان والدفاع راه عندنا الحلول، وفي الهجوم خصنا شويه بعض اللاعبين اللي كاين كما يقول لكم كومبليت لو بلوك تاعنا ان شاء الله. شكرا. يعني هذا طربس الثاني بعد طربس الاول اللي كان في مدينه بشار 10 ايام، ثم طربس هذا اللي دام 12 يوم. يعني اليوم المقابله الختاميه اللي ضد واد سوف. الفريق من الناحيه البدنيه يعني راهو يعني قول 60-70% يعني لاباس به، وانما يعني في المقابله هذه لاحظنا يعني تحسن في من الاداء الهجومي، حيث سجل الفريق 3 اهداف. احنا ما تهمناش النتيجه قد ما يهمنا يعني الاداء الفريق. ما زالت لنا يعني ثالث تربص قبل البطوله، بربي ان شاء الله يعني راح تكون فيه مقابله ضد اتحاد العاصمه، وان ثم راح تكون الفريق يعني تكون التشكيله يعني تبان المعالم تاعها، ويعني الفريق يعني في راهو في اطار التكوين، وبربي ان شاء الله يعني من المقابله الاولى راح يكون يعني واجد، ما نقولش بنسبه 100% وانما واجد باش يفوز بالمقابله الاولى ضد اتحاد بسكره ان شاء الله. والله صدقني احنا دوكا شفنا اليوم الثالث يعني مقابله اليوم رابع مقابله، كاين عده نقائص يعني اللي راح دوكا مع رئيس الفريق راح نطرقوا ليها، بربي ان شاء الله يعني نعالجوا هذه النقائص قبل بدايه البطوله ان شاء الله. يعني تزيدوا تدعموا الفريق والله آخرين. ان شاء الله يعني راح يكون كلام مع الرئيس، ونحب ولا نكره يعني صراحه كاين بعض النقائص، ما نقولوش ما نقدرش نصرح لك واش من النقائص، بصح كاين نقائص في الفريق اللي لازم تعالجوها قبل بدايه البطوله. بارك الله فيك. عيشك. نهايه تربص، تربص العاصمه، تعاود تولي ان شاء الله النهار بتربص اخر، كيفاش تقيم العمل المنجز الى حد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للعمل اللي باشرت به شبيبه الثوره الى حد الان، وين خدمنا مع الفريق عدة حصص، وين بدينا في بشار وزينا جينا هنايا وكانت لها مقابلات تحضيريه، ظن ان المقابلات هادو استفدنا بهم مليح، زدنا عرفنا الفريق نتاعنا الجاهزيه نتاعو، عرفنا اللاعبين اللي استخدمناهم، وكذلك اللي كانوا هنا نشوفوا الفريق اللي نكونوا به اللي يقدر يروح ان شاء الله. والطموح نتاعنا انه دائما يكونوا المراتب الاولى مع شبيبه الثوره. الحمد لله الفريق استجاب، مع اللاعبين استجبوا مع طريقه العمل على المدرب، ولكن هذا ان شاء الله دائما يخلينا نخموا لبدايه البطوله حتى نهايتها. اللاعبين اللي راهم موجودين نحطهم دائما باش يطبقوا التعليمات، وان شاء الله تكونوا مشوار جيد شبيبه الثوره ان شاء الله. كاين ايجابيه حاجه شفتوها في المقابله الاخيره؟ كاين تحسن من اللعب؟ والله تحسن، شوف تحسن هو يجيب المقابلات، اللاعبين كل ما يكون هناك مقابلات يكون هناك انسجام اكثر، هذا اللي كان ناقص، ماشي ناقص ولكن كان صعيب. بعد ما جبنا استخدمنا حوالي من 13 حتى 15 لاعب اللي جبناهم باش يعاودوا يستخلفوا اللاعبين اللي راحوا، انسجام يكون بالمقابلات الوديه اللي شفناه اليوم كان مختلف على المقابلات اللي درناهم، وهذا ان شاء الله يخلينا دائما كل ما تكون هناك مقابله كل ما يكون اللاعبين تشوف اخطاء نتاعهم وتنصحوا الاخطاء تاع المقابلات، هذا هو الشيء اللي خلانا دائما اليوم الحمد لله كانت عندنا نقطه انه الهجوم قدر يسجل 3 اهداف، هذه نقطه تبشر بالخير. كل ما يكون هناك اهداف كل ما يكون الفريق تحس به يطبق تعليمات، ولكن ان شاء الله مقابلات الوديه نحضروا بهم المقابلات لبدايه الموسم ان شاء الله. شكرا. صحيح. شكرا. العاصمه كيفاش يعني تقيم العمل المنجز في هذا التربص؟ والله في الحقيقه اليوم الفريق كان منقوص بعض اللاعبين، وممكن كان عندنا بعض اللاعبين في الهجوم رايحين يدخلوا ان شاء الله ممكن اليوم ولا في بدايه انطلاق المقابلات انطلاق التدريبات في الولايه،
ان شاء الله على العموم ان شاء الله بشويه بشويه ان شاء الله وبربي ان شاء الله رايحين ننسجموا ونحققوا الافضل ان شاء الله للنادي وللكره ان شاء الله. شفناك بريزيدون ضميت عدد من اللاعبين معروفين يعني في البطوله المحليه كما بن عروس كما لاعب جعد الجرار، شفنا دولي ليبي في اتحاد واتسوغ، يعني كاين استخدامات ما شاء الله. والله الحمد لله احنا لازم تبازي اغلبيه التعداد على الناس لاعبين في المستوى العالي، وعلى ربي ان شاء الله مازال الاضافه ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. يعني الانصار زدتوا وعدهم باسماء اخرى باذن الله ان شاء الله، اسماء ثقيله اسماء ان شاء الله مازال تغيير ان شاء الله. نعم الهدف بريزيدون ان شاء الله في الموسم الجديد اللي حد ان شاء الله ان نعطوا الافضل في البطوله، ولما لا معنا الافضل نلعبوا على البقاء ان شاء الله. فيما يخص الملعب ملعب الاستقبال في واد سوف ان شاء الله، ورغم تعرف كل شيء معطل الا اننا ان شاء الله في اخر مطاف اول جوله في ولايه الواد ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا رئيس.